بسم الله الرحمن الرحيم، يا ابنائي بناتي، طلبة وطالبات الصف الأول للثانوي الصناعي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة مقدمة سريعة عن إزاي أستنتج المسقط الثالث، وكمان إزاي أرسم المنظور الهندسي. أتمنى يا رب يكون الشرح يعجبكم، ولو ليكم أي تعليق اتفضلوا اكتبوه في التعليقات أسفل الفيديو، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي بناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الصناعي، أهلا ومرحبا بكم. في الترم الثاني بنجد مسائل كتيرة جدا بيطلب مني استنتاج المسقط الثالث وكذلك رسم المنظور الهندسي. فبيديني هنا مسقط رأسي ومسقط جانبي، بيطلب مني مسقط جانبي وبعد كده بيقول لي ارسم المنظور الهندسي. طيب لازم أعرف في البداية إن المسقط الجانبي لازم يساوي في الارتفاع بتاع الرأسي، يعني لو ان ارتفاع الرأس 45 يبقى لابد ان يكون ارتفاع ايضا المسقط الجانبي هو 45 مليمتر، تمام، ويساوي في العرض، يبقى واخد في الارتفاع نفس الارتفاع. لو كان ده 40 يبقى ارتفاع الجنب 40، لو ارتفاع ده 30 يبقى ارتفاع الجنب 30، وياخد في العرض نفس السمك بتاع المسقط الافقي، ياخد في السمك بتاع الافقي، يعني ده 10 يبقى يجي هنا لابد ان يكون 10. يبقى انا كده استنتجت بمساعدة المسقط الرأسي ومساعدة المسقط الافقي، عرفت اجيب المسقط الجانبي في منتهى البساطة. حد يجي يقول لي طب السمك ده كام يا مستر؟ هعرف على طول ان السمك دوت اكيد لابد ان يساوي 10، نفس السمك بتاع المسقط الافقي. طيب والارتفاع ده بيساوي كام؟ برافو عليك، هو الارتفاع ده هو نفس الارتفاع بتاع المسقط الرأسي، لازم يساوي 45، وبمنتهى البساطة جدا اهو يساوي 45. بعد ما جبنا المسقط الجانبي، تعالوا مع بعض نفكر ازاي نجيب المسقط المنظور الهندسي، بيسموه الايزومتريك او بيسموه المنظور الهندسي 30 درجة، وهقول لك دلوقتي ليه سموه 30 درجة. تعالى دلوقتي كده نعمل اي خط بأي طول، خلاص، وباستخدام المثلث نيجي نرسم المستطيل بتاع المسقط الرأسي جهة اليمين. مستطيل الرأسي كام في كام؟ 30 يا مستر في القاعدة وارتفاعه 45. تعالوا كده نجيب، بجيب خط كده على زاوية 30، تمام، وادي الارتفاع بتاعه 45، وادي من هنا يطلع برضو 45، ووصلهم ببعض، خلاص. لو حبيت اكتب ابعاد بقى ديت اقول له استناني كده شويه، القاعده 30 وارتفاع 45، اقول له اهو ادي ده هنا 30 بتاعه الرأسي، 30 طوله وارتفاعه ايضا 45. يبقى انا فقط جبت المسقط الرأسي ميلته بس على زاوية 30. استخدم ازاي البرجر المثلث؟ استخدم مثلث اللي هو الطويل خالص ده، اللي هو مثلث كام؟ مثلث 30 60. خلاص، بعد ما رسمت المسقط الرأسي اجيب المسقط الجانبي، جيب المسقط الجانبي سمكه كام؟ 10. خلاص، يبقى سمكه 10، 30 درجة جهة الشمال بالشكل ده كده، وسمكه 10 بالشكل ده كده، وسمكه 10 بالشكل ده كده. لو انا وصلت بالشكل ده كده يبقى انا رسمت المنظور الهندسي بتاع الجسم، المنظور الهندسي بتاع الجسم بالشكل ده كده. اتخطى كده، لازم يطلع سمكه بالشكل ده كده، وامسح الزيادات اللي عندي، وبكده انا رسمت المنظور الهندسي. اقدر اقول عليه المنظور
الهندسي 30 درجة، ده في أبسط حالته، ده في أبسط حالته. طيب لو جاب لي حاجة تانية بقى ضرب عليها، أنا سامع واحد بيقول لي طب إذا احنا ازاي نستغل المثلث 30؟ المثلث 30 أهو، تجيب المثلث العادي خالص اللي هو 30 اللي تقول لك عليه كبير أهو، تمام، تثبته على المسطرة وبتبتدي تاخد الخطوط بتاعتك جهة اليمين وبتقلبه بتخليه ناحية جهة الشمال، بتاخد 30 يمين أو 30 إيه شمال، تمام. وتعالوا دلوقتي الراجل عطيني مسقط رأسي، مسقط رأسي ومسقط جانبي، وطالب مني المسقط الأفقي. عطيني مسقط رأسي أهو وعطيني مسقط جانبي، تمام، وأقساطهم وأبعادهم، ويطلب مني المسقط الأفقي. عاوز المسقط الأفقي وعاوز يرسم المنظور الهندسي، عاوز يرسم إيه؟ المنظور الهندسي. تعال الأول يا مستر إزاي نستنتج المسقط الأفقي. انا قلت لك في البدايه المسقط الافقي لازم يبقى يساوي في الطول المسقط مين؟ المسقط الراسي، يعني لازم تكون دي 50، لازم تكون دي 50 وانا مغمض كده. طيب والسمك بتاعها يا مستر؟ المره اللي فاتت قلت لنا السمك الافقي هو هو سمك الجانبي، النهارده هنقول العكس، سمك الافقي هو هو سمك الجانبي، يعني الجانبي 15 يبقى سمك الافقي كام؟ بالقيس كده بالمسطرة 15، وأقفل المستطيل بتاعي، يبقى المستطيل بتاعي عبارة عن 50 في 15، يبقى يطلع 50 في كام؟ 50 في 15. الطول جبته منين يا مستر؟ 50 جبته من الرأسي، والسمك جبته منين يا مستر؟ جبته من المسقط الجانبي. طب أمال إيه النقطتين دول يا مستر؟ إيه الخطين دول؟ الخطين دول المتوازي المستطيلات، ده في مجرى، المجرى دي اوتوماتيك، وانا بجيب المسقط الافقي بيبقى اتجاه النظر بتاعي من اعلى، اتجاه النظر بتاعي منين؟ من اعلى، بشوف نفسي. لو انا النقطتين دول شايفهم قصاد عينيا مفيش حاجه تداريهم، مفيش سطح قبل منهم، ينزلهم خطوط. طيب والنقطه دي يا مستر لما جيت تبص عشان تجيب الجانبي انت بتبص في الاتجاه ده، في سطح قصاد منهم ولا مفيش سطح؟ وانت رايح شعاع البصر وهو رايح للنقطه دي في شعاع بصر، يبقى اذا النقطه دي تبان هنا عندي ايه؟ تبان عندي شرط، يعني مختفيه، ما اقدرش اشوفها من الجنب، ما اقدرش اشوفها من الجنب، انما لما اجي ابص من فوق اشوفها كده ايه بالشكل ده، عشان كده النقطتين دول ظهروا ايه؟ خطوط، تمام. طيب عايزين نرسم المنظور يا مستر. طب يلا بينا نرسم المنظور، ايه المشكله؟ المنظور سطح المسقط الراسي 50 في 30 ادي 50 في 30، هعمل خط كده واجيب زاويه 30 اهو، ادي 50 في ارتفاعه، ارتفاعه خط مع خطوط الكراسة او خط عمودي على الارض اهو بالشكل ده كده يا مستر، تمام، برافو عليك. ها وبعدين يا مستر ده مش مقفول، امال ايه؟ ده في فتحة في النص، السمك بتاعها 10، عرضها 10 وعمقها 10، طب خلاص ومال، هباجي في النص الخمسين بالظبط، هاجي في نص الخمسين بالظبط، تمام، وكأني بعمل محور كده، هاخد من هنا 20 ومن هنا 20 تبقى 40، ناخد من هنا 20 ومن هنا 20. طيب وانزل بقى رأسي واغسل خط رأسي 10، وانزل خط رأسي 10، تمام، اوصل بالشكل ده كده، يبقى انا برسم مسقط رأسي بجميع ابعاده 30 درجة جهة اليمين. طيب بعد كده انت يا مستر عايز ناخد السمك بتاع المسقط الجانبي ده اللي هو 15، وابتدي احطه في كل نقطة 30 درجة جهة الشمال، 30 درجة جهة الشمال اهو، ادي واحد، ادي 15 وادي واحد، تمام، وادي واحد 15 وادي كمان 15، كل نقطة اطلع منها 15، اطلع منها 15، بعد كده اوصل، اوصل بالشكل ده كده، اوصل بالشكل ده كده اهو، خط رأسي، خط مايل 30، خط رأسي بالشكل ده كده، تمام. ولو طلعت معايا حاجات زيادة ابتدي ايه؟ ابتدي امسحها واظبط الشغل بتاعي. يبقى انا من السهل جدا ان انا برسم الايه؟ برسم المنظور الهندسي 30 درجة 30 درجة. شكرا والى اللقاء في حلقة قادمة.